من هو لقمان الذي ذكر في القرآن الكريم؟ وحدثونا عنه، وهل هو من الصحابة؟ لقمان رجل صالح، لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلقمان رجل حكيم ورجل صالح وليس نبيا. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.